عندك بروجي دو فان ديتود او بيان بروجي دو فان داني بي اف او بيان بي اف راهو كيف كيف حتى ميموار اي دومين دونك برشا عندهم نفس التساؤل يقولوا راني انا باش نبدا نكتب ان رابور فريمون مانيش عارف منين نبدا والفازات الكل دونك شوفوا كيفاش اول حاجه لازمكم تعرفوها انه مهما رابور في اي دومين جو ريبيت في اي دومين فيه ديما عندك الباج دو كارد عندك ديديكاس والغوميرسيمون ومن بعد يجي السومير به اللي هي تابل دو ماتيير نتاعك ومن بعد عندك ليست دي فيغور وليست دي تابلو وبيان سور اول حاجه تلقاوها في الدوك هي لانترو جينيرال لانترو جينيرال هذه متكونه من 5 بارتي تو نحكي عليها في فيديو وحده مش اجا وحط انتروداكسيون جينيرال لا ثم ميثودولوجي نتاع خدمه سينو عندك لي شابيتر بيان سور هوني انت والدومين نتاعك تنجم تعمل ما بين دو شابيتر حتى التغوا و 4 شابيتر بالنسبه ليسونس دي انجينيور وبيان سور اللي عندهم التيز عندهم حتى 7 و 8 شابيتر داكوغ سينو هنا الكونتوني نتاع كل شابيتر تو نحكي عليه في الفيديو وحده خاطر ديما عندك بتيت انترو بتيت كونكليزيون خاصه بكل شابيتر وبيان سور لي زوتر بارتي سينو عندك كونكليزيون جينيرال بيان سور للرابور كامل وعندك البيبليوغرافي اللي هي حاجه مهمه برشا برشا باش ما تطيحش في البلاجيا وما يرفزولكش كيما نقولوا الخدمه نتاعك نتاع 6 mois وكوا دوطخ عندك زيدا كانك استعملت لي زابريفياسيون لازمك تعمل تابلو دابريفياسيون وبيان سور كانك تستحق تحب تحط دي كود ولا دي شيما ولا دي ستاتيستيك من نعرفش انا تحط انكس في اخر الرابور وبيان سور ما ننساوش لابستراكت اللي هي السوجي نتاعك الريزومي نتاعك مكتوب بالفيرسيون انجلي والفرونسي وثما اللي يكتب بالعربي كيما تحبوا بون كان عندكم دي زوتر كيسيون حطوا لي اوتون نزيد نشرح لكم معناتها كل شابيتر شنو تعملوا فيه والفازات الكل سينو راني عامله ديجا فيديو في لاشين يوتيوب اون ديتاي داكور مي ميسيرش تو نخدم لكم هوني وبيان سور تابعوني في الانستغرام بور بلوس دانفو بون كوراج bon